انت ايه رايك في الاسعار اللاعبين الموجوده على الساحه المصريه بقى؟ فيها يعني فيها مغالاه خصوصا في مصر، لان احنا حالتنا الاقتصاديه والحاله اللي احنا فيها، اكيد ما تقولش ان لعبتنا توصل بالملايين الكثيره دي جدا، لكن المغالاه دي اكيد ان احنا برضو احنا يعني ايه اتعاملنا معها. يعني انت مش راضي عن اسعار اللاعبين دي؟ تعاملنا معها ازاي نتخلص منها؟ لا خلاص مش هتقدر خالص. مش هتقدر. يعني اتحاد الكوره مش ممكن يتدخل؟ خالص. بالرغم ان اتحاد الكوره في اظن يعني في السعوديه محدد. يعني في محدد الاتحاد الكوره عندنا. انا شايف من وجهه نظري ان نظام المسابقه لازم يتغير، ولازم يتدخل في كل كبيره وكل صغيره، ولازم يبقى في حسمه اكتر في الكره المصريه. لا دي الحسم ده مهم. الحسم مهم في اي حاجه، هو اللي بيخلي اي حاجه ليها قيمه وبتنجح، وهو اللي بيخلي اي حاجه تنجح. ايه رايك في التحكيم؟ ما هو يعني انا لا مش احنا مش ما احنا بنقول التحكيم في مصر، يعني الحكم المصري اللي بينجح بره وهنا في مصر ما حدش بيحميه، فعشان كده تحس ان الحكم المصري في بعض الاحيان بيبقى مظلوم. مش هنقول ما حدش بيحميه، لكن هو يعني لازم يعدي نفسه اكتر من كده. افضل. انا شايف كده. وانا اتمنى، مش اتمنى لان التمني دي حاجه مش حلوه، لكن انا برجو منهم ان هم يعني ايه يثقف نفسه افضل من كده بكثير، والاكثر من كل دوت انه ما يبقاش له هوى، ما يبقاش مع حد ضد حد. ما يعني دي هتعلي من قيمته بشكل كبير جدا، وما يجيش على حد عشان لاي سبب. انت اتظلمت قبل كده في ماتشات كتير من الحكام؟ كتير طبعا. كتير. هل انت ظلمت حد وانت مدرب من اللاعبين او حد في الجهاز؟ والله انا دايما اقول كمان كده للعيبه، يا اولاد انا ممكن اظلم، بس انا لو ظلمت ابقى مش قاصد. يعني اكيد ممكن انا اظلم، بس اكيد ما اكونش قاصد. لا لكن لو اقصد اكيد ان هي يبقى فيها اسم مني على طول. طيب وانت في مشوارك ككل، انت كنت ظالم ولا مظلوم حياتك الرياضيه كلها؟ ولا ظالم يعني، ولا اصل الظالم والمظلوم اصلا ممكن يقع عليك ظلم، وممكن انت تظلم، ممكن يقع عليك ظلم من حد وهو ما يقصدش، وكذلك انت ممكن تظلم زي اللعيبه. اكيد اللعيبه، في لعيبه وانا بشتغل معاها اكيد ساعات بتحس ان انا بظلمها، لكن اللعيبه كنا ساعات بنحس. لكن والله اقول انا بقول لهم كده، والله يا اولاد انا ما اقصد ظلم. نعم. لكن ممكن اظلمك غصب عني. طيب. هل المدرب بيحب ويكره؟ طبعا يحب ويكره، بس لو بس حب، هل ده في صالح بس الفريق؟ لو حب وكره على حسب مصلحه الفرقه اللي هو بيشتغل فيها يبقى انسان ظالم. الافضل المدرب المصري ولا الاجنبي بالنسبه للكره المصريه؟ مش في كل الاحوال، في وقت من الاوقات المدرب المصري هو الاهم وهو الافضل، نتائج احسن وهو من المدرب الاجنبي. احنا حققنا نتائجنا كلها بالمدربين المصريين واكثرها. يعني هل ما حلمتش كده فتره من فترات انك تبقى مدير الفني لمنتخبنا القومي؟ اكيد طبعا، وده امر في الحسبان. يعني اكيد كل الناس اي مدرب في اي حته في الدنيا يتمنى ان هو يبقى مدرب المنتخب بتاعه.